إذن ينطلق مشاهدينا الأعزاء متابعين في كل مكان وانطلاقة متعثرة ليفنلاند وإدواردو بيدروزا، نتمنى لها السلامة إن شاء الله. عموما انطلق الشوط السابع من هذه الأمسية، شوط الخيال المهجنة الأصيلة بانطلاقة ثمان من الجيات بعد سقوط الخيال خيال جواد رقم 7 إيفنلاند. الصدارة والمركز الأول مع ثيرد أوردر للسادة مربط أبو فاس على المركز الأول وعلى الصدارة. الثاني المراكز مع رقم 8 تافروك لسمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني. المركز الثالث دانيان لخليفة بن إشعيل الكواري من ناحية السياج خطوة بخطوة بالجهة المقابلة جنبه تماما الجواد بلوبر للسيد يوسف زهير محسن. المركز الخامس والتقدم مع بيريجي في المركز الخامس بتقدم جميل لخليفة بن إشعيل الكواري، أيضا تحركات تأتي من الجواد بلوبرد في المركز الخامس حاليا. عودة للمركز السادس وريتش هيستوري للسيد حمد أحمد الجهني في تقدم من الجهة الخارجية، إنما فيرست بوست للشيخ فيصل بن حمد من جاسم الثاني على المركز السابع حاليا هو المتأخر، نشاهد الجواد اللي هو بيريجي. عودة للصدارة وعودة للمركز الأول ثيرد أوردر في وضع جميل لا يزال مع الخيال سفيان سعدي والسادة مربط أبو فاس في وضع جميل على المركز الأول وعلى الصدارة. الجواد تفروك لا يزال في وضع جميل في المركز الثاني الجهة الخارجية مع الجواد تكنيكلر، ويبدو لي أن الجواد الأفضل في الوضع حاليا. الخط المستقيم باتجاه خط النهاية، تكنيكلر على المركز الأول وعلى الصدارة. المحاولات تأتي حاليا من الجهة الخارجية وريتش هيستوري حمد أحمد الجهني، ولكن تكنيكلر لعبد الله أحمد عبد الله حسن العبد الملك على المركز الأول. ريتش هيستوري بمحاولة قوية، ولكن تكنيكلر على المركز الأول وعلى الصدارة لعبد الله حسن العبد الملك، رايان كوراتولو وديبي ماونتن على الصدارة وعلى المركز الأول. تكنيكلر ابن دباوي إلى المركز الأول وإلى الصدارة. صدارة الشوط السابع تابعنا.